أيها الجمع الكريم، وإن تحدثنا عن العطاء وفي حضرة صانع الإنجاز فذاك ضرب من الإعجاز. النابض قلبه بالعمران، وساكب البذل على تنمية الإنسان وتطوير المكان. أمير البيان، مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وكلمة ينثر درها بين القلوب والعقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صاحب السمو، أصحاب المعالي والسعادة. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في هذا اليوم المبارك أن أكون معكم في هذه المناسبة العظيمة، خصوصاً وأننا في اليوم الثاني لليوم الوطني في المملكة العربية السعودية. ولا أخفيكم أنني أعتز وأفخر بكل أبناء منطقة مكة المكرمة، وفي مقدمتهم أبناء جدة. على هذا الإنجاز العظيم، الإنجاز الوطني العظيم، وهذه الروح الوطنية العظيمة التي تجلت يوم أمس. ولعلنا بهذا الحال وبهذه الصورة نقدم أنفسنا في هذه المرحلة العظيمة التي تمر بها المملكة العربية السعودية، نقدم أنفسنا أولاً لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وسمو ولي عهده الأمين، وثانياً لأبناء وبنات الوطن، وثالثاً للعالم أجمع، بأننا نستطيع أن نلبس الثوب السعودي في كل مجال. نلبس الثوب السعودي في الثقافة، وفي الفكر، وفي العمل، وفي الإنجاز. هذه الراية التي رفرفت يوم أمس على هامة كل إنسان سعودي تقول للعالم أجمع: ارفع رأسك، أنت سعودي. أيها الإخوة والأخوات، ليس بغريب علينا أن نشحذ الهمم في سبيل الهوية الوطنية. ولعل هذا الملتقى في هذا اليوم المبارك يعبر عن اهتمام الإنسان السعودي في جدة بأنه، لا أقول بدأ، وإنما يستمر في العطاء الوطني العربي السعودي الإسلامي الذي نعتز به جميعاً. ونحن لسنا في حاجة أيها الإخوة والأخوات إلى النقل والتقليد الأعمى. صحيح أننا نريد أن نأخذ بكل مفيد في العلوم وفي الدراسات وفي الحياة
من غيرنا ممن سبقونا في الحضارة، ولكننا لن نفرط أبداً في إسلامنا وفي عروبتنا وفي سعوديتنا. سوف نبقى عليها إلى أن نموت، وستبقى جدة عروس المدائن والقرى، سوف تبقى جدة عروس، ولكن كيف نبقيها بدون عريس؟ وهذا هو دور معالي الأمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على كلمته الثرية. ندعو الآن أيضا معالي الأمين وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد إلى المسرح لمشاركة في شكر كل من شارك في صنع هذا اليوم من رعاة ومشاركين ابتداء من الفكرة إلى انتهاء بالتنظيم. أولا، الشركة المتقدمة للمقاولات العامة والصيانة سعادة الأستاذ محمد علي بن ناصر الغيث الشريف. شركة جدة القابضة للتطوير سعادة الدكتور سليمان بن أحمد موصلي. سعادة الأستاذ علي حسين بن حمران نيابة عن سعادة الأستاذ حسين بن علي بن حمران. مجموعة أسياد القابضة، مجموعة شركات محمد بن عبود العمودي، يتفضل الأستاذ محمد بن عبود العمودي. شركة أبو داود التجارية سعادة المهندس حسين حسن علي أبو داود. مؤسسة حسن عباس شربتلي لخدمة المجتمع الأستاذ عبد اللطيف نوغلي. شركة شمائل المتحدة للتطوير المحدودة سعادة الأستاذ أسامة بن علي السنان. شركة عبر المملكة السعودية سعادة الأستاذ تركي بن سليم الحربي. شركة دلة للتنمية العقارية سعادة المهندس سعود محمد القفيدي. شركة كاب القابضة سعادة الأستاذ خالد أحمد باقدو. شركة نسمة القابضة سعادة الأستاذ سعيد المشرف. شركة كنان الدولية للتطوير العقاري سعادة المهندس نضال عبد المجيد جمجوم. شركة سالكو السعودية للمقاولات سعادة الأستاذ إبراهيم محمد العيسى. الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية سيدكو سعادة الأستاذ حسن الجابري. شركة رابية للتجارة والزراعة المحدودة سعادة الأستاذ عبد القادر بن محمد الفضل. أخيراً وليس آخراً، سعادة الأستاذ عبد الهادي علي شايف.
شكرا جزيلا لكم يا صاحب السمو على مقدمكم الكريم، وشكرا لكل من حضر وشرف هذه المناسبة. ننوه أن الجلسة الأولى سوف تبدأ بعد قليل بإذن الله. مسك الختام تكريم خاص وهدية تذكارية مقدمة من معالي الأمين العام لمحافظة جدة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بمناسبة مقدمه الكريم.